نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي. تشهد مشاركة مدبولي في القمة برنامجا مكثفا من الفعاليات، حيث يحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى، كما يحضر أيضا عددا من الجلسات رفيعة المستوى، ويلقي كلمة خلال جلسة بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء عدة لقاءات مع مسؤولين صينيين وأفارقة، إلى جانب مقابلات مع مسؤولي شركات صينية بارزة من بينها شركات عاملة في السوق المصرية. كما سيشهد خلال الزيارة توقيع عدد من الوثائق المهمة المتعلقة باستثمارات جديدة أو قائمة. We'll be right back.